السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الصفحة 4، حصة التطبيقات الكتابية. المتحف الصحراوي. ما زلنا في الوحدة الأولى، الأسبوع الرابع. أقرأ النص. يشكل المتحف الصحراوي معلمة حضارية تتجمع في معروضاته ألوان من التراث، يختزل ذاكرة زاخرة بثقافة المغرب، ويرحل بالزائرين في عمق التقاليد والعادات الصحراوية. فيه ترى براعة الصانع وإبداع الفنان الصحراوي. ومن جاء بقاعات المتحف أدرك تعدد الأدوات وتنوع الأزياء والنقوش الصخرية والمخطوطات، فزره لتعرف قيمته. أنجز على دفتري. أولا، أضع علامة أمام الاختيار الصحيح. يعتبر المتحف الصحراوي معلمة حضارية لأنه إذن لماذا يعتبر هذا المتحف الصحراوي أنه علم؟ لأن بنايته فريدة، معروضاته تراثية، أو قاعاته متعددة. إذن الجواب الصحيح هو لدينا تتجمع في معروضاته ألوان من التراث، إذن معروضاته تراثية. أقترح عنوانا آخر للنص. إذن العنوان الآخر للنص نكتب التراث الصحراوي. التراث الصحراوي. أضبط بالشكل ما كتب بلون أزرق في النص. إذن سنشكل الكلمات. يشكل المتحف الصحراوي معلمة حضارية فيه ترى براعة الصانع. إذن هذه الكلمات التي كتبت بلون أزرق، هذا هو شكلها. أستخرج من النص ما أملأ به الجدول. نستخرج فعل ماض، فعل مضارع، ثم فعلا أمرا. لنستخرج فعل ماض ومضارع ثم أمر. لدينا يشكل. يشكل هل هو فعل ماض أم مضارع أم أمر؟ يشكل هو فعل مضارع. نكتب يشكل. تتجمع هو فعل مضارع، يختزل فعل مضارع، يرحل فعل مضارع، ترى فعل مضارع. من جاب، لدينا جاب فعل ماض، أدرك فعل ماض. إذن نكتب جاب أو أدرك. فزره، الفعل الأمر هنا زر، نكتب زر. أحول الجملة بحسب المطلوب. زره لتعرف قيمته. زره نكتبه في المضارع. يزوره ليعرف قيمته. في الماضي زاره ليعرف قيمته. أنشئ جملة فعلية، فعلها ماض وأحولها إلى المضارع. نكتب التقط السائح صوراً.
حولوها إلى المضارع التقط يلتقط. السائح صورا يلتقط السائح صورا.